عندما ترغب في شيء يتآمر الكون كله ليسمح بتحقيق رغباتك. يطلق عليها الخيميائي ويجب أن تقرأه. لماذا؟ لأنك بالغ بما يكفي، أو ربما لأنك تعيش بأمان وقد تعتقد أن الوقت صديقك. ربما تفعل بعض الأشياء الخاطئة وقد تصنع خيارات فاترة. تشعر أنك ملزم بتبني آراء الناس كحقيقة لأنك تخشى بشدة الرفض. أنت تريد أن تعيش حياة سهلة وتتوقع أن المكافآت التي تكسبها هي بشق الأنفس. كنت تأخذ الكثير من المسلمات، وربما أخفقت في إدراك أن جميع الخيارات حتى الصغيرة منها لها عواقب، وحتى اختيار عدم الاختيار له عواقب. وهنا يجب عليك قراءة الخيميائي. ثلاثون عاماً على صدور رواية الخيميائي التي نشرت لأول مرة في العام 1988، رواية للكاتب البرازيلي باولو كويلو، وهو روائي ولد في 24 من آب أغسطس عام 47. كويلو يشرح كيف بيعت نسخة واحدة فقط في الأسبوع الأول من إصدارها، وكيف استغرق 6 أشهر لبيع نسخة ثانية، وبالمناسبة النسختين تم شراؤهما من قبل نفس الشخص. ثم تم بيع أكثر من 60 مليون نسخة، وتمت ترجمتها إلى 80 لغة مختلفة، وهنا سجل دخول جينيس لأكثر الكتب ترجمة للغات المختلفة. إن فكرة الخيميائي بسيطة. يقرر راعي الأغنام الفقير سانتياغو بيع قطيعه ليذهب للبحث عبر الصحراء العربية عن كنز يفترض أنه يقع بالقرب من أهرامات مصر. وبطبيعة الحال فإن ما يتعلمه عن نفسه وعن الحياة والسعادة والمحبة والحقيقة في الرحلة أكثر قيمة من أي كنز باهظ يمكنه أن يجده. القرارات لا تمثل سوى بداية شيء ما، وأن الإنسان عندما يتخذ قراراً فإنه يقذف بنفسه في الواقع في خضم تيار عارم يلقي به إلى مصير لم يتوقعه قط ولا حتى في الأحلام في اللحظة التي اتخذ فيها هذا القرار. هذا اقتباس من الخيميائي. اعتقدت دائماً أن كبار السن والأكثر نضجاً يسهل عليهم اتخاذ قرار، لكن هذا غير صحيح. في الواقع تعلمت أنه كلما كبرت سناً وحصلت على المزيد من الأشياء، المال، الأطفال، الصحة، الأمن الوظيفي، هناك تصبح القرارات الأصعب. ونحن كبالغين نخشى أن نكون مخطئين. نحن نتوق إلى القرار الصحيح. نحن نعتقد بحماقة أن القرار الصحيح سوف يفتح هذه الحياة السحرية، الحياة التي نحلم بها. يقول الخيميائي إنه يمكننا عيش حياة جيدة من خلال تجنب اتخاذ القرارات والمخاطرة. يمكننا كسب المال، امتلاك منزل، تربية العائلة، تكوين صداقات واستضافة الحفلات. يمكننا الحصول على جميع وسائل الراحة. ومع ذلك فإن الحياة الجديدة ستظل دائماً دون المستوى الذي نتخيله لأنفسنا. ربما هذه الحياة الجديدة ستقضمنا وتجلدنا وتضغط علينا وتتركنا بقلب أجوف يدق وينبض فقط. حياة تنتهي بموتنا الحتمي. إنها رسالة بسيطة أدركناها في وقت ما عندما أصبحنا مسنين وشعرنا بالتعب وتألمنا من التغيير، وتحولت رسالة الحياة البسيطة إلى شيء معقد بشكل لا يصدق. يذكرنا الخيميائي بأن الطريق السهل والمسار المضيء والذي اجتازته العديد من الأرواح هو المسار الأكثر خطورة من الطريق الغامض وغير المزخرف.
تعمل الأساطير الشخصية كوسيلة وحيدة يمكن من خلالها للفرد أن يعيش حياة مرضية، كما نرى عندما يتعين على سانتياغو التخلي عن حياته السابقة وترك فاطمة، فإن النجاح المادي وحتى الحب يشكلان عوائق أمام سانتياغو في تحقيق أسطورة شخصية ويجب تأجيلها أو تجاهلها تماما. في الواقع لا يمكن للكون أن يحقق الكمال إلا إذا خضعت كل الأشياء الطبيعية باستمرار لدورة من تحقيق الأسطورة الشخصية والتطور إلى كائن أعلى مع أسطورة شخصية جديدة، ومن ثم متابعة هذا الهدف الجديد. أولئك الذين يؤجلون أساطيرهم الشخصية مثل التاجر البلوري يعانون من الأسف ويخفقون في جمع الثروة والمصالح الأخرى التي يمنحها الكون لمن يتبعون أساطيرهم الشخصية. ليس هنالك إلا شيء واحد يمكن أن يجعل الحلم مستحيلاً، إنه الخوف من الإخفاق. هذا ما جاء في الخيميائي. الخوف هو أكبر عقبة من العائق نفسه، أي مطلب جديد يتطلب الدخول إلى منطقة مجهولة، وهذا مخيف. ولكن مع أي خطر كبير تأتي مكافأة كبيرة. يظهر الخوف باستمرار في جميع أنحاء رحلة سانتياغو باعتباره العقبة الرئيسية أمام نجاح سانتياغو في تحقيق أسطورة شخصية، مما يعزز فكرة أن الخوف يشكل عقبة في طريق حياة سعيدة. شهد سانتياغو عدة أشكال من الخوف: خوف من الطفولة، خوف من أن تفسر المرأة الغجرية حلمه، الخوف من فقدان ثروته عن طريق المغادرة إلى طنجة أو الانضمام إلى قافلة الصحراء، الخوف من الموت في معركة الفيوم، وكذلك الخوف من أنه سوف يفشل في تحويل نفسه إلى ريح عندما يجبره الخيميائي على التجربة. ولكن في النهاية الانتصار على الخوف هو ما يحقق أحلامه. لماذا أنا معجب بهذا؟ لأن كويلو يستنبط أسلوباً بسيطاً جديداً لإخبار قصة سانتياغو التي هي أساساً قصة البشرية. إنها تتعلق باتخاذ القرار، إنها عن متابعة أحلامك، إنها تدور حول العثور على نفسك الحقيقية، أو كما يطلق عليه كويلو الأسطورة الشخصية. إن رحلة الخيميائيين هي رحلة صاخبة، سواء كنا مستعدين لذلك أم لا. سنستمع إلى آراء الجميع بشأن أنفسنا. إذا اعتمدنا ما يعتبره الآخرون عنا كحقائقنا سوف نكره أنفسنا، سوف نعيش حياة يائسة هادئة. أسلوب الخيميائي البسيط يوسع رسالة الرواية البسيطة بغض النظر عن الضجيج، بغض النظر عن التكاليف. اتبع مصيرك.